بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أنا أتوجه إليكم جميعا بالتحية والتقدير والسلام. اللقاء النهاردة هو اللقاء الشهري الثالث، وأنا كما وعدتكم أن أنا هلتقي بكم شهريا، أتحدث معكم مباشرة وأتكلم معكم بكل الصدق وبكل الشفافية وبكل الصراحة، عشان أرد على وأقدم كل الإنجازات أو الموضوعات اللي تم تنفيذها خلال الشهر، وكمان أرد على تساؤلات وصلتني. طبعا مش كل التساؤلات اللي هي بتبقى بتهم الرأي العام بالكامل، فاسمحوا لي إن احنا النهاردة يبقى ده لقائنا الثالث. خلال هذا الشهر احنا كان عندنا مناسبتين، عيد العمال وعيد تحرير سينا. عيد العمال مناسبة اتعملت عشان تعظم وتكرم الجهد اللي بيقوموا بيه العمال، عمال مصر، من أجل بلدهم. ومن غير مبالغة أنا قلت يمكن الكلام ده قبل كده، المصريين، العمال المصريين خلال فترة الخمسينات أو الستينات وحتى الآن يمكن قاموا بجهد كبير جدا ووفروا كل مطالب مصر في فترة كانت صعبة جدا، الفترة من 67 وحتى 73 كانت ظروف البلد قاسية، لكن عمال مصر قدموا كل ما يمكن تقديمه خلال هذه الفترة. فأنا مرة تانية بهنيهم وبقول لهم كل عام وانتم طيبين، وبقول لهم مزيد من العمل خلال هذه المرحلة لأنها محتاجة ولا تقل عن المرحلة اللي احنا مرنا بيها قبل كده. بالمناسبة اسمحوا لي بالمناسبة ديت يعني ان انا اوجه التحية لطياري مصر للطيران وكل من يعمل في مصر للطيران. الحقيقة تجاوبكم كان سريع، وكان حاجة اكدت قد ايه المصريين مسؤولين وقد ايه المصريين بيحبوا بلدهم. فانا متشكر مش باسمي، باسم مصر ليكم، بس عايز اقول لكم ده مش كفايه. مصر للطيران رغم كل ظروفنا اللي احنا موجودين فيها دي لازم تنجح ولازم تكسب، وده موضوع انتم مسؤولين كلكم عنه وهتقدروا تعملوه. مهم قوي ان انتم تتاكدوا ان انا حريص معاكم وبيكم، ان انا مفيش حاجه عندي بخبيها عليكم. انا بقول كل اللي موجود من تحديات بمنتهى الوضوح وقلتها قبل كده، عشان تبقى ننطلق منها بالجهد وبالعزيمة عشان نتغلب عليها. أنا بقول للتحديات ديت بفكر نفسي بيها وبفكركم وبفكر المصريين، عشان احنا اتفقنا قبل الترشح للرئاسة أو تولي المهمة ديت كنا قلنا إن في تحديات كبيرة لن نستطيع أن نتغلب عليها إلا معا، وحنتغلب عليها.